فيتو بتقول ان لاسارتي بيدرس ان هو يلعب مباراه بيراميدز بنفس التشكيل اللي لعب بيه مباراه سان داونز مباراه الاياب بالتحديد، وان صلاح جمعه في الصوره، والناس بعض الناس بيتطرقوا بيتوقعوا التشكيل، وده شيء عادي يعني. واكيد في حسابات معينه في فكر مستر مارتن لاسارتي بخصوص مباراه بيراميدز، اكيد اكيد يعني اكيد خلال هذه المباراه او قبل هذه المباراه درس فريق بيراميدز بشكل كبير قوي، وبناء على هذه الدراسه هيتم الاستقرار على التشكيل اللي ممكن يلعب بيه هذه المباراه. فبالتالي اكيد الامور كلها متروكه للجهاز الفني، والمستر لاسارتي هما الادرى بالانسب والاصلح للنادي الاهلي من حيث التشكيل في مباراه بيراميدز، عشان ان شاء الله باذن الله يجيبوا لنا الثلاث نقط، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يواصل الصداره في بطوله الدوري العام.